إلى التميز، حيث أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أعلن عن أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز. يا هلا كعادتها في كل دورة من هذه الجائزة تحضر كل التفاصيل بدءا بالإعلان الأول ثم إعلان الأسماء ثم حفل تسليم الجوائز. هذه المرة الزميل حسين الشمراني كان حاضرا هناك وعاد لنا بهذه التفاصيل. أجبته إشراق وجهك غرني حتى توهمت المساء صباحا. أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة عن الفائزين بجائزة مكة للتميز في أفرعها التسعة، وكذلك الفائزين في مبادرة ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي. هذا البلد زاخر بالعاملين في مختلف الأنشطة من أجل نمائه، من حقهم علينا أن نضع لهم مثل هذه المناسبات والجوائز والملتقيات من أجل تكريمهم على معنويا على ما قدموه والاعتراف لهم بجميل الصنع في هذا المجتمع، وهذا ديدن حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، يعني رفع مستوى التنافسية سواء بين المؤسسات في القطاع الخاص أو في القطاع غير ربحي أو حتى بين الأجهزة الحكومية. حيث شهدت الدورة الحالية للجائزة إطلاق المنصة الرقمية للجائزة التي أسهمت في إنجاز أعمال التسجيل والفرز والتحكيم لمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، وحرصت الجائزة على تطوير رؤية وأهداف الجائزة لتصب في صالح رؤية المنطقة التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030. كل قطاع حقيقة يعمل ليقدم خدماته بشكل متميز أملا في تحقيق رؤية المملكة 2030 وفي تحسين جودة الحياة وتحسين الخدمات لساكني المنطقة وزائري منطقة مكة المكرمة. في الدورة 13 كان نصيب الجائزة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو يعني استحقاق استحقته الوزارة بجدارة لدورها الكبير والفعال في تحويل المجتمع نحو مجتمع رقمي، وتوجه في هذا اليوم من صاحب السمو أمير منطقة مكة بهذا التكريم الذي يعني يستحقونه بجدارة. تهدف الجائزة للوصول لأعلى مستويات التميز في الأداء وتشجيع التنافس بين الجهات والأفراد وتكريم المتميزين وتعزيز الابتكار عبر إيجاد منصة خصصت لتبادل التجارب الناجحة. لبرنامج يا هلا حسين الشمراني، جدة.